aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. شو القصة لكان؟ إنه اللي حضرتك عملته والفستان يلي خربته شي عادي صح؟ طيب بتعرف قديش حقه؟ تعرف؟ شوف بكفي القماش اللي معمول منه. وقديش كان حقه؟ مصاري كتير. قديش هالكتير يعني؟ بسيطة قد ما كان حقه رح أدفع لك يعني، بس تلاقي شغل بالأول. صباح الخير. بعتذر على سوء التفاهم من بارح، ما بعرف إنك أخوة لحياة خانم، فبعتذر من حضرتك. والله يا حياة مالك قليلة، خليتي الكل يحترموكي، برافو عليكي، وأنا لساتني قاعد بلا شغل. آخ منك يا أبي آخ. شو بدك تعمل لحتى سامحك؟ كنت مارق بالصدفة وسمعت حديثكم. شو رأيك تشتغل معنا؟ ما بيضل في لزوم لتدور على شغل. وات؟ شو عم تقول عمار؟ شو بده يشتغل؟ بالطابق يلي فوق طبعاً، فيه كافيه، هو بيستلمه. نو نيفر ايفر. شو نيفر ايفر؟ شو مو شايفة زلمة قد الحيط؟ أنا موافق معلم، مبروك عليك. تمام، ممتاز، بيرفكت. المجنون بلش يشتغل معنا بالشركة. ربيت أجين نوران خانم؟ مو مشكلة، برجع بقولها مرة تانية. بدي اياك تجيب لي وبأقصى سرعة توست وفنجان كبير قهوة، أوكي؟ يلا عشغلك لشوف يا أخو حياة الكبير تبع الكافتيريا. ليتس جو. تكرمي على عيني وراسي يا خانم، هاي القهوة تبعك جاهزة ورح أروح جيب لك التوست. بقرف، ما بشرب من فنجان حدا. الحمد لله انه لساتك هون، لو ما لحقتك جدي حكمة ما كان سامحني. بس ما يكون صار له شيء شغلتي بالي. لا تخافي، ما في شيء، جدي حكمة منيح وبعت لك هالوردة. يا حكمة بيك، بحياتك ما رح تكبر ورح تضل تعمل هيك. خلص ختيرنا، شو مانك ناوي تعقل ابدا؟ قال لي انه ما رح يقدر يشوفك اليوم ولازم وصل لك هالوردة، هيك قال لي انه خبرك. بدي منك خدمة صغيرة، ما بدي حدا من عيلتي يعرف انه حكمة بيك هون. دخيلك يا بنتي، لا تغلطي قدام حدا، بتصير مصيبة والله. لا تاكلي هم. وينك ستي؟ أنا خلصت كل أمور المشفى وصار فينا نطالعها هلأ. يعطيك العافية يا عمري. بس مو كأنه استعجلنا؟ كنا تركناها شوي، مو أحسن؟ كنا منطالعها وقت تحس حالة تحسنت، بعدين خايف أخي يسألنا ليش جبناها على البيت وهي هيك. فهماني عليك، بس شو طالع بإيدنا؟ ما سمعت شو قالت راسة وألف سيف بدها تطلع. كمان مع حق ستي، اللي عاشته ما كان سهل أبدا، اللي عملته هزار مانو قليل، قدرت تضحك علينا بسهولة وما حدا مننا حس على مخططة. المهم إن شاء الله يمسكوها بأسرع وقت. الشرطة أخذوا أقوال ليلى وعم يدوروا، وإن شاء الله تنمسك. روح جيب السيارة. لا وقف، خليني شوفها إذا حضرت حالها بالأول، ما بطول، استناني. لوين رحتي وتركتينا؟ معقول تحطي هالمصيبة برقبتنا وتهربي؟ ليش شو صار؟ عذبتكن كتير ما هيك؟ وين هي؟ بالأوضة؟ لا مانا هون، لأنها كانت رح تموت بين إيدينا. وين هلأ؟ ها
حطيناها على موقف باص وتركناها ومشينا. ماني مصدقة. لا مستحيل، انت اكيد عم تمزحي. اتصلت فيكي ألف مرة وتليفونك خارج التغطية. لك ساعتين ما قدرتوا تتحملوهم كرمال الله ما انا رحت للاقي ابنها. لك اي ساعتين؟ رحتي وما عاد تعرفي ترجعي ابدا. يا الله دخيلك، شو هالمصيبة اللي نزلت على راسنا. الو شرطة؟ ايه كانوا عم يسألوا شي؟ طيب ماشي، يسلم. أنا قلت لكم إنه هالمرة بسبع رواح وما بيصير لشي، وهلا نحن اللي بورطة. أنا ليش لا أسمع كلامي؟ ما أنتي دمرتي لي حياتي، شو بدي أعمل هلا؟ وين بدي أروح بحالي؟ خلص روقي واهدي شوي. يلا استعجلي ضبي كل شي، هات كمان. يلا امشي قدامي، امشي بسرعة بلا ما يلقطونا هون. يلا شوفي، ليش وقفت هون؟ ما رح أرجع على البيت لأعرف شو مشكلتك. مراد لو سمحت بلا ما نضيع وقت هلأ. أنا متأكد إنه في مشكلة، مبين عليكي مشغول بالك ومو طبيعية. قطعنا شهر العسل اللي كنا عم نحلم فيه. احكي لي إذا عملت شي زعجك بدون ما أقصد أو جرحتك بأي تصرف وما حسيت. لا لا، ما في شي من هاد، أنت ما دخلك. أنا كنت بقصد، مو عارفانة كيف بدي أقول لك ياها. هو المشكلة ما بتخصنا. بتخص مين لك؟ استنيتك لتحكي لحالك بس ما قلتي شي بنو. مو قدرانة احكي مراد، ما بدي احكي، ولا تسأل ليش. لأن إذا حكيتي بدك تضطري تكسبي علي، لهيك ساكتة. طيب ماشي، مثل ما بدك. شكراً يا روحي. بس بدي تعرفي إني جنبك دائماً، أوعك تنسي. بصراحة يا أخي شي مثل الكذب، أنا قاعد بمكتب كتير صغير. لا لا لا، ما عم فكر أرجع لندن هلأ، وبيجوز إني ضل قاعد هون لفترة طويلة. معقولة مسألة حب؟ والله شو المانع؟ ايه ممكن. لا الأمور هون معقدة شوي. ايه برأيي بلاها المزاح. مأكول الهنا. برجع بتصل فيك بعدين. ماشي. التوست لمين؟ أنا ما طلبت تجيب لي أي شيء، وبالذات طبعاً إذا كان مثل هيك توست محروق. طالما مو عاجبك اسمح لي أسألك، واحد مثلك ليش لحتى يشغل واحد ما بيعرف يعمل توست؟ هذا اللي عم حاول أفهمه، بس بصراحة ما قدرت. يلا لشوف اللي شو مشكلتك. ولا شو بدها تكون مشكلتي؟ ليك أنا بنصحك لا تتشاطر علي وجاوبني على سؤالي بسرعة، لأنه قالوا لي الموظفين إنه الأمور بينك وبين صهري متوترة بهي الفترة، ما هيك؟ بتمنى إنك ما تكون عم تحاول تضغط عليه للزلمة. هذا بالنهاية شغل وبتصير هيك أمور. بالله بالنهاية شغل، ما هيك؟ وبتصير هيك أمور ما؟ وأنا لهذا السبب خص نص وافقت إني أشتغل هون، بس مشان راقبك. رح أشوف إذا رح تحاول تغلط بحق أختي وصهري، وليك عيوني عليك. ها فهمتني؟ يلا كول صحة وهنا. على فكرة هذا أحسن توست بعمله بحياتي كلها. كول. هدول 10,000 أخي، إن شاء الله يفكوا دقيقتك. يسلم. ولو تكرم. ما رح أنسى لك هالمعروف. ليك بس يطلع القرض رح أجي لعندك فوراً ورجع لك ياهن، وعد. مو مشكلة.
وهلا انا صار فيني استاجره للبيت. منيح. لازم استعجل قبل ما اتاخر ويطير البيت مني. يلا روح. بدك شي معلم؟ سلام. يلا سلام. كرم ابني خير؟ شو صاير؟ ليش هيك وشك مشوه؟ ما قدرت اهرب منهم وراح يرجعوا مره تانية. عم دق لبيسان بس ما عم ترد علي، الا ان رح ترتاح وما رح تشوف ابوها. شايف بعينك شو عملوا فيني. مين اللي عمل فيك هيك؟ مين يعني؟ اكيد الديانه. ابني ما انا خبرتكم، قلت لكم حياته وموت، بس ما عملتوا شيء. ليش شو فينا نعمل يعني؟ احكي لي مع بيسان. ها؟ وضعي المادي من سيء لاسوء وهدول ناويين يقتلوني. ما في لزوم تعرف بيسان، لا انا ولا انت رح نجيب له سيره، عم تسمعني؟ وانا رح اعمل اللي بيطلع بايدي بصفتي خطيبه. ابني ليش شو بيطلع بايدك انت؟ معك مصاري يعني؟ فهم علي، الجماعه بدهم يتفاعلون فورا، والا معي مهله ساعه. قديش كل ديونك؟ 10,000 ليرة. أكيد رح يقتلوني، حاولت بس ما قدرت دبر ولا ليرة. ابني بيطلع بيدك تساعدني؟ ليك بكرة برجع لك ياهم بوعدك. طلبت من رفيقي وقال لي بده لبكرة ليأمنهم. ما فيك تدبرهم اليوم؟ هدول ما بينبسح معهم أكيد رح يقتلوني. يلا يا قبضاي، ها؟ ساعدوا لعمك. يلا فوتي. طيب يا بنتي ليش ما سمعتي كلام الدكتور؟ يا ريت لو ضليتي كم يوم بالمستشفى. هلأ صرت بنتك مو هيك؟ عن جد طلعتي بوشين. مفكرتيني نسياني انك وقفتي مع كنتك وأزيتوني؟ شو في داعي لهالحكي هلأ؟ من شان الله خلصيني، فجأة صرتوا ايد وحدة وطلعتوني لبرا. انت بتعرفي شو اللي عملوا فيني؟ من تحت راسكن انا كنت رح موت، كنت رح موت. شو كان بيعرفني رح يصير هيك؟ استني وشوفي شو رح اعمل. بس يرجع مراد كل شي رح احكي له اياه بالحرف الواحد، وساعتها حفيدك رح يكتشف حقيقتك. يا خانم طالعيني لفوق. خير ستي؟ شو كانت عم بتقلك هاي المرة؟ شو اللي بدها تحكي لأخي؟ بتضلها تحكي حكي فاضي، شو بدك فيها؟ لا ترد عليها، مجنونة هاي. ليلى خانم لازم ترتاحي قبل ما تتحمم. لا، حابة اتحمم قبل ما ارتاح. علا؟ وين اغراضي اللي كانوا بالخزانة؟ بصراحة داليا خانم طلبت مني كبهم. طيب كتابي شو عملتوا فيه؟ كبيتوه كمان؟ لا، موجود مع داليا خانم. هي شو بدها فيه؟ شو عم يعمل عن داليا؟ انت ما إلك علاقة، روحي على شغلك. أخ داليا. تعرفي منيح إنك جبتيها لهون. صحيح حبيبتي شعراتك حلوين كتير، دوري شوي لشوفهم. مين عمل لك ياهون؟ أمي اللي عملتهم. عن جد بيجننوا، يا ريت بقدر أعمل شعراتي مثلهم، حاولت كتير بس ما طلع بإيدي. بأي صف أنتي؟ رابع. أوه، كلها كم سنة وبتخلصي؟ داليا خانم أهلين وسهلين. إذا فاضية حابة نحكي كلمتين على انفراد. ايه طبعا، ليكني فاضية. ماشي يلا حبيبتي تعالي نطلع. تفضلي ارتاحي، لا تضلي واقفة. ليش جيتي لهون مرضانة شي؟ عن جد فاجأتيني. جيت لخبرك شي مهم. اخيرا ابني انور قرر انه يتزوج ويفرحنا. اسفة ما فهمت. بظن انه كلامي واضح، انور رح يتزوج. ما رح يصير هيك شي داليا خانم، مثل ما بتعرفي انا وانور منحب بعض. طبعا انا بعرف انكم بتحبوا بعض، بس الحب مو كل شي بالحياة. لازم تعرفي انه الناس اللي مثلنا ما بيتزوجوا بهالطريقة. كيف يعني؟ يعني مو كل البنات محظوظين مثل حياة. انور عنده مسؤوليات كبيرة وعلاقات مهمة، ولازم يتزوج صبية تكون مناسبة لمكانته، لانه بظن على قريب رح يتغير كل شي.
معلش تقولي لي بصراحة شو بدك مني بالضبط داليا خانم؟ تنفصلي عن ابني، هاد اللي بدي اياه، لأنه بسببك أنت مضيع عقله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو رأيك صارت تعطيني شيك كمان داليا خانم مشان تكمل، يعني مثل المسرحيات. عم تحاولي تقولي شو بدك بين المزح والجد لتنفصلي عنه؟ تكرمي، قديش المبلغ وأنا بدبر لك إياه، أنت لا تاكلي هم. أنت كيف هيك بتحكي معي داليا خانم؟ كنت عم امزح معك، لا بدي مصاري ولا بدي شي منك، وما رح انفصل عن ابنك كمان لأني بحبه لأنور. اسمعيني شو رح أقلك، ما رح أعيد كلامي أكثر من مرة. صراحة أنا ما بعرف شو رح يصير، بس أنا متأكدة إنه أنت رح تزعلي، وهالشي مسؤوليتك وأنا حذرتك. مراد بيك؟ حضرتك بتعرف شو يلي صاير؟ لا ما بعرف شي. مراد؟ خير ابني، ليش رجعتوا بكير؟ شغلت بالي. تيتا انشغل بالي، فهميني شو صاير. والله يا روحي، طلعت امك كل هالوقت موجودة عند هزار. لا بالأصح هزار طلعت هي اللي خاطفتها لأمك. كيف؟ شو؟ انت متأكدة تيتا؟ لا تخاف علي، صارت منيحة هلأ. وقت اللي تعبت كتير تركوها بالطريق لحاله، وبالليل اتصلوا فينا من المستشفى بسبب خطفتها. أنا السبب بكل اللي صار. لا حبيبي لا تحكي هيك. ما كان لازم إلا تروح. بشو كنت عم فكر؟ ما لي متوقع توصل لهون؟ لا تلوم حالك أكتر من هيك، خلص الحمد لله هي بخير، وليك فوق بغرفتها عم ترتاح. أمي. أبني. سامحيني أمي، أنا كتير آسف بسببي صار فيكي هيك، ما كان لازم تروحي من هون. بوعدك إني رح عوضك عن كل شي. ما بدي شوفك زعلان يا عمري، ولا يعذبك ضميرك بسببي. معك حق، أنا جبت لك مشاكل كتير. المهم طمنيني عنك، أنت منيحة؟ منيحة، بس جوعانة شوي. تكرمي، هلأ بقول لعولة تحضر لك اللي بدك إياه. شو جاي على بالك؟ رز بحليب، وبدي معه قرفة زيادة، مثل ما كنا ناكل لما كنت صغير. كيف؟ لو سمحت لا تعصب، رح أشرح لك ابني. يعني أنت بتتذكري كل شيء؟ عملتي هاي التمثيلية مشان تجي لعندي؟ كنتي عم تحاولي تكفري عن ذنوبك مثلاً؟ معك حق تزعل مني وتكرهني، أنا بستاهل كلها، بعرف أنا بنظرك أم حقيرة، بس ابني أنت في عندك أخ عايش هلأ بإزميت، من كم يوم مبين وما أدراني أوصل. الله يوفقك تلاقي، الله يوفقك. بدي منك إذا صار لي شي تدير بالك علي، هذا أخوك. فكرتي فيني مثل ما عم تفكري بابنك؟ بس أخوك مانو شاب قوي قد حاله مثلك، أكيد هو بحاجتك. يمكن بعمرك ما فكرتي فيني، بس بتضلك امي. حاضر، حلاقي لك يا.
ابني تعال معي يا روحي، ارتاح شوي. طيب. ها؟ كيف لقيتها لأمك؟ إن شاء الله منيحة. ها؟ طلعت بتتذكر. متذكرة كل شيء، ويمكن من أول يوم بحياتها كنت بعرف هالشي. بس عم بضحك على حالي لأنه ما بدي صدق إنها عم تكذب. طيب وبعدين طمني ابني، شو حكت لك بالضبط؟ طلبت مني لإلها ابنة الثاني. أنا ابن مراد. خلص انسي تتلتك لهم، وين حياة؟ حياة كانت مستعجلة وطلعت، راحت على الشركة مشان الموبايل، نسيانته هنيك. قلت لها استني مراد هلأ بتروحوا سوا، بس ما ردت علي وطلعت. ماشي، أنا رح غير وإلحق. باي. الله معك حبيبي. اسمعني ولا خليك بعيد عنا، خد تليفونك ولا عاد تحكي معي بنوب. بفهم منك انك ملك موافقه. اي والله عم تحكي صح، بالعرضك واشرب ميته. شكلك بدك مراد يعرف وما بيهمك شو بده يصير مو؟ اه طيب اذا عرف شو بتتخيلي انه يعمل؟ بالنهايه حيعرفه وما لي خايفه، بس المهم هلا انه ما كذب على جوزي. كل شخص لازم يواجه الحقائق اللي بحياته، ومراد كمان، وبوقتها أنا رح أكون واقفة جنبه. طالما نحن منحب بعض رح نتغلب على كل شيء، فلا هيك لا تاكل همنا. عن جد تأثرت بحكاية الحب تبعكن، رح أبكي هلأ. بتصدقي حياة إني ما شفت اتنين بيحبوا بعض مثلكن؟ يمكن معك حق، المفروض تبكي، بس أكيد مو علينا على حالك. شو هالصوت؟ ما بعرف، مالي سمعانة شي. كأنه رجت موبايل. مراد ما سمعت شي. أنا كتير بخاف إني أعيش بدونك مراد. ما رح أرجع على البيت لأعرف شو مشكلتك. مو قدراني أحكي مراد، ما بدي أحكي، ولا تسأل ليش. لأن إذا حكيتي بدك تضطري تكذبي علي، لهيك ساكتة. في عندك شي طريقة لنطلع عمار من حياتنا؟ ليش شو طالع بإيدي؟ لازم نلاقي شي طريقة. متمسك بشي كتير خطير موجود معه. قديش خطير يعني؟ يلا حبيبتي احكي لي، لا تجنينيني، يلا قولي. تفضلوا يا خوانم، وصلت القهوة تبعكن. هذا لحضرتك في سكر زيادة. بحياتي كلها ما شربت سكر زيادة. وهذا الفنجان لأختي الصغيرة مثل ما بتحبها، سكر وسط. أنت شو عم تعمل بالشركة جميل؟ عم بشتغل شبكي. كيف يعني؟ بغضون، شو عملت أنا؟ روحت التصاميم، بدي محارم. وين حاطينهم؟ نوران خانم أنا بجيب، لا تتعذبي كأنه ما سمعتني. شو قصدك إنك عم تشتغل؟ شو قصدي عم بشتغل؟ قالوا لي في كافيه بالطابق اللي فوق، قام استلم اخوكي وهالشاب اللي قدامك استثمر الكافيه. طبعا صار لازم طلع رزقه اولادي يا اختي. شو بتقصد جميل؟ ما معك خبر لاني ما حكيت لك. حياه، واخيرا يا عمري كبرتي وصرتي عمي. يومين كلهم، يومين اللي غبتهم وصرت فيهم عمي. هلأ مشي حاله الشغل،
وبالنسبة للبيت ما عندي مكان روحه. ليش بيتنا من شو بيشكي بقى؟ المشكلة ما لها ببيتنا. السلطانة أمينة قلعتني منه أول ما عرفت بالولد. كيف أمك قلعتك؟ ما هي بتضل بتقول إنه مو مصدقين تصير عندي حفيد. زعلت لأني كنت مخبي عنها. بما أنها ما بترفض لك طلب، شو رأيك تحاكيها مشان نتصالح؟ آه؟ روق علي، اتركني أتقبل المفاجأة. أخي صار عنده ابن؟ يعني أنا هلأ صرت عمي؟ لا يا أختي، مو ابن أخ لك، صار عندك أخ تاني، أخ غيري أنا. طيب لا تشيل هم أبداً، أنا بحاول أحكي مع ماما وبحاول راضية. ماشي؟ تعرفها قلبها طيب، بس تشوف ابنك رح ترضى وتاخدكم بالأحضان. عن جد اللي عم تقولي؟ ايه طبعاً، لكن الإخوات ليش موجودين؟ مو ليوقفوا جنب بعض؟ في عندي اليوم مشكلة لازم ضروري حلها، وبكرة بصير دورك، يعني محلولة إن شاء الله. شو هي المشكلة؟ مراد يعني؟ مالكم كم يوم متجوزين؟ لك نحن لنكون غلطنا وجوزناك إياه؟ أخي أموري أنا ومراد ممتازة. مين ليكون هداك عمار؟ إذا طلع هو والله لشيل عيونه، مع أني مالي حابب أعلى مع هالتافة. ومع هيك لا تخافي، إذا قلك شي تعالي وحكي لي، بعلقه من رجليه من الطابق الخامس وبخليه يتمرجح قدام عيونك. لا دخيلك، من شان الله أنت أصحك تتدخل بهالشغلة، لأنك إذا تدخلت رح تكبر المصيبة. أنا بحلها خلص. أنت بتحليها؟ طيب قلي أنت وين بدك تنام الليلة؟ أكلي همه لأخوكي؟ عم تفكري فيني؟ بدك تعرفي وين بدي نام؟ يا الله دخيلك، ليكو أختي كبرت وصارت تاكل هم أخوها الكبير. لك تقبري قلبي لأنك سألتي هالسؤال، ما عاد تفرق معي، إن شاء الله بنام بالشارع. تعي لعندي، تعي يا حبيبة قلبي، تعي تعي يا عمري يا أختي الصغيرة. أنتي قديش بدك مصاري مشان تتركي ابني وتحلي عنه؟ قولي قديش المبلغ؟ معقول بتصدقوا إنه هذا الحكي إلي قالت لي إياه؟ دجتني إياه بنص خلقتي، لا احترمت مشاعري ولا عملت لي قيمة. هيك عملت فيكي؟ شو يعني هاي؟ مفكرتك بتنباعي وبتنشري؟ هلا أنا بنظرة شقفة ممرضة درويشة كبرت بضيعة صغيرة، وطبعا ماني مناسبة لابنها رجل الأعمال الغني. قالت لي إذا بتحبي أنور عن جد لازم تبعدي عنه كرمال ما تخربي له مستقبله. فو والله إنما بتستحي، يا ريتك بس فاتيها كم كلمة كنتي هزيتي لبدنها. بس أنا قلت لها بحب ابنك يا خانم، أصحك تفكريني إني رح بعد عنه. يا ريت لو إنك بتعرفي شو قيمة الحب ما كنت إجيتي وقلتي لي هالحكي وجرحتيني. طيب شو رأيكم؟ هيك قلت لها. الله الله، شو هالحكي يلي بيهز جبال؟ فهميني يا بنت كيف طلعوا معك هالحكيات الحلوين. قولي لنا مين الشاطر يلي علمك تحكي هيك؟ عن جد إنه واحد فهمان. لك أنا ما قلت لها هيك بالضبط خالي أمينة، قلت لها ما رح أنفصل عن أنور، كيف بدك يعني ركز وأنا خايفة؟ بس وصلت لها الفكرة. برافو عليكي أسيل، كبرتي بعيني. هادي اللي لازم تعملي، لازم تحافظي على حبك وما تتخلي عنه أبدا. أي عن جد أنا رايحة أشوف أنور مشان حافظ على حبي. باي. الله يكون معه. لوين راحت أسيل؟ لعند حبيبة. أخدتي ضغطك مرة تانية؟ إن شاء الله يكون نزل شوي. لا والله ما عاد أخدته، وتركته يطلع وينزل على كيفه، ما عاد تفرق، لأنه كل ما أخدته عم خاف أكتر وعم ينشغل بالي وبيصير يطلع أكتر. تركته خلصنا. عملت فاصولية وبدون ملح. يسلموا إيديك، تفضل ارتاحي. لا ما بدي أقعد، بتكوني مشغولة كتير هلأ. يلا بخاطرك يا أختي. على أساس خطيبي رح يجيب لك المصاري؟ كيف يعني ما جابهم؟ لا لو سمحت لا تأجروا لحدا هذا البيت، عجبنا كتير. شوي وبرجع بدق لك، ما بتأخر عليك. ايه أنا بدي أحكي مع خطيبي وبخبرك فوراً، استناني دقيقة بس. كرم انت رح تخليني انتفلك شواربك عن جد. شو صاير معك لحتى ما اخذت له المصاري؟ مع مين عم يحكي هذا المصروع؟ كيف يعني؟ وليش ما طلع لي القرض؟ بس انت قلتي لي رح يطلع. المدير العام مانو موافق، مو خبريه. طب انا كيف بدي ادفع هلا؟
لك ايه ايه بعرف، ما طلع لي قرض وما رح ادفع لكم شيء اصلا. طيب اذا جبت كفيل ما بيمشي الحال؟ طيب ماشي فهمت. طيب لك هي بيسان، لعما كيف حسيت؟ بدي افهم كيف حسيت وعرفت انه ما مشي الحال. لك انا شو بدي الا هلا، اذا ما رديت بتعصب. اوه تمام خلص سكرت. تمام رح قلها اني ما سمعته لاني كنت عم بشتغل، يعني كنت عم سوق فما قدرت ارد عليكي ابدا، وهيك بتنحل. ها اهلا وسهلا. وينو مراد لساته فوق؟ ايه بعده بيقطوا حياة خانم، ما طلع ابدا. مراد لازم نحكي ضروري. شوفي مراد شو ما سمعتني؟ في قصة كتير مهمة. فيك تبلشي من هالعلبة إذا بدك. ليش أنت من وين جبتها؟ ليش عم تعملي فيني هيك حياة؟ يلا أحكي. روق مراد أنا ما عم بفهم شي، من وين إجت هي العلبة وشو فيها؟ صدقني أنا ما بعرف بنوم. مع أساس ما عاد في أسرار بيناتنا؟ أحكي طلعي فيني لشوف. على فكرة مليت من حركاتك، عم تفهمي طقيت منك. يلا تفضلي أحكي، شو كذبتي علي كمان؟ لك أحكي. طول النهار كنتي قلبة خلقتك ومبين إنه في شي. يلا قولي شو في. أحكي بقى حياة. يلا أحكي شو قصة هاي العلبة. بدك تطلعي عم تطلعي بوشي هيك حياة؟ أحكي أي شي خليني صدقك. مالك مسترجية تحكي شي مو هيك؟ ولك حاجة واقفة وصافنة فيني هيك؟ أحكي شي. ايه تخانقوا. تفضل. داليا خانم خلصتي مشان اخذ الصينيه؟ علا انت بتسمعي اكثر مني، شو عم يصير بالبيت؟ مراد معصب من العلبه مو؟ ما بعرف عم يتخانقوا شو مو سامع اصواتهم؟ داليا خانم حضرتك الك ايد بالقصه يعني؟ ايه شو دخلك انت؟ يا غبية ليش ليكون إلي علاقة؟ وانتي مين لحتى تحاسبيني كمان؟ قليلة أدب. يلا روحي على شغلك. صاير لسانة طويل من الله الجرأة. الغبية وقليلة أدب، إذا أنا هيك انتي شو لكان؟ من الأساس ما في داعي اسألها، هي أكيد عملتها. إذا فوتت حرامي بإيدها عبيتها ما بتعمل هيك؟ بتوقع منك تعملي أي شيء. لا عن جد مو معقول بدك تضلي واقفة هيك؟ لك لا تضلي ساكتة، احكي شيء انطقي. بدك تجننيني؟ أول شيء أنت لازم تهدى. واقفة لوين رايحة؟ ما في طلعة قبل ما تحكي كل شيء. مفكر رح أحكي وأنت بهالحالة مو؟ وقفي تعي لهون عم بحكي معك. لك اتركني. يلا أحكي معناتها. إذا ما هديت وبطلت عصبية ما رح أحكي شي بنوم. ما رح أهدى أبداً، بدك تقولي كل التفاصيل وما رح نطلع من الغرفة لحتى تحكي، عم تفهمي حياة؟ لك اتركني، قلت لك ما بعرف شو هي العلبة وأول مرة بشوفها وما بعرف شلون إجت لهون. ليش مالك مصدق؟ أنت طول عمرك بتشك مو معقول شو بتشك مراد. أنت بتعرفي بموضوع أمي كمان يبدو. يا الله دخيلك رح أجن، أعطيني الصبر يا رب. مراد شو صاير لك؟ ممكن ترجع لوعيك شوي؟ ليك هي انا اطلع فيني حياة البنت اللي بتحبها. معناتك كرمال هيك كان بدك نرجع البيت بسرعة، من وين عرفتي؟ احكي. لا شكلك جدي مو مصدقة بس مبين حكيك عن جد. فيك تستنى مراد بس انا ما رح احكي اي شيء بنوم لحتى اتاكد انه انت صرت توثق فيني عن جد. ما رح اجاوبك على اي سؤال ولا حتى رح احكي معك اي شيء، فهمت علي؟ حياة وقفي. حياة اسمعيني. لا
قعدت تمسك ايدي هيك مراد عم توشاني. لوين بدك تروحي؟ على مكان ما في حدا يشك فيني. طلعي فيني حياتنا، احنا متزوجين وما عم نلعب، ما فيكي تروحي وتجي على كيفك. يعني كيف رح تمنعني بالله؟ شو رايك تربطني بالغرفه وتقفل علي الباب كمان؟ خلص مراد لو سمحت اترك ايدي، عم توجعني وعصبت كثير، اتركني روح. ما في روحه حياتي، انا لهلا عم حاول طول بالي عليكي بلا ما يطلع جناني. شو في يا اولاد؟ اذا مالك ثقه فيني بالناقص من هيك زواج. ليش عم تعيطوا؟ شو اللي صاير بيناتكم؟ عيب عليكم صواتكم معبيه البيت. خلص ما في شيء تاتي. ما بتعرف انه امك مريضه ونايمه فوق؟ يلا حبيباتي روحوا اقعدوا واهدوا شوي، وشو ما كانت المشكله حلوها بهداوه، مو هيك يا عمري؟ انا هلا طالع لعند امي لفوق وما بتروحي لاي مكان، عم تفهمي شو عم بقول؟ حبيبة قلبي لازم تسمعي كلمة جوزك. ليكي أسيل، هذا السحلب صار مثل البوظة من البرد. صحيح نحن ليش قاعدين هون؟ مو ملاحظة انه هاي القعدة عن جد تافهة؟ هاي القعدة تافهة برأيك؟ وأنا كمان ماني تافهة؟ إذا كنت عن جد حابب تشوف شي تافه كان لازم تكون معي اليوم وتشوف أمك شو عملت. أنوار شو بها أمي؟ مانا طبيعية بالمرة، لا بتاخد نفس ولا بتكن. إيه خلص فيكي ما تردي عليها مثل ما بعمل أنا مثلا. كيف يعني ما رد عليها؟ لك حاطة براسها بدها تجوزك ورح تعملها، بتكون عم تنقي لك بنت. لك حاجتك بقى، ما أنا أصلا ما عم فكر بالزواج هلا. شو قصدك يعني؟ ما عم تفكر تتجوز؟ نحنا لساتنا بأول عمرنا أسيل، لتكوني أنت اللي عم بتفكري إنه نتزوج؟ معقول؟ شو في داعي لحتى فكر بهيك شغلة؟ ما أنت قلت لسه بكير بعدنا بأول عمرنا، وكمان الجازة والتفاصيل تبعها والعرس وغيره كلهم ما بيوقتوني أبداً. ولسه قال فستان العرس قال، وأحلام العروس والخطبة، شو هالمسخرة؟ أنا أبداً ما بحب هالشغلات. لك أصلاً أنا كرمال هيك بحبك أنتي بالذات، لأنك ما بتشبهي حدا بالكون. لا ما بشبه حدا بالكون أبداً. الله خلقني وكسر القالب. إيه صح. يلا قوم معي لشوف نحن ليش لساتنا قاعدين هالقعدة التافهة. قوم خلينا نروح نسهر بشي محل ونغير جو شوي، بدنا نتسلى. أنا بأمرك. ليش واقف هون حضرتك؟ شو ناطرني؟ طيب ليش لحتى انطرك؟ انا مستني الاسانسور. اوبسي، طلع الاسانسور موجود هون وما معي خبر يعني. بالله. يلا تفضل يا خانو. خلينا ننسى مبارح بليز. ليش شو صار؟ مو متذكر شي. هيك منيح حلو. ليش فيني انسى؟ ما في قوة بتقدر تنسيني اللي صار. ليش وقف الأسانسور؟ هلا بيشتغل، اهدي. ليش ما عم يشتغل؟ لك انا واختي كمان عنا فوبيا الاماكن المغلقه. اوكي. وغير هيك عنا فوبيا من ركبه المرجيح واللبن بخيار من وقت ما كنا صغار. حياه طارت من المرجوحه انا وعم مرجحها، وبعدين ضليت اتمسخر عليها والله، ووقت اللي صار دوري طلعت مكانها وحياه صارت تمرجحني، وضليت إلا وأنا عم بضحك وقت أسرع أسرع، وبعدين طرت منها.
لك انا خايف كثير ومرعوب. ماشي. حدا يفتح لي الباب مشان الله، رح اختنق اذا ضليت هون. اجتني الكريزة، حدا يساعدني مشان الله. اهدى اهدى شوي، لا تتوتر، هلا بتمرق روق. يا ربي عم اختنق، ما عم اقدر اتنفس. انا رح اموت. حدا يفتح الباب، انا رح اختنق، بدي هوا. تمام خلص اهدى، بتمرن. Aşk laftananlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere love.